السلام عليكم يا صبايا، كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين. يوم جديد ونهار جديد، هنبدأ بالصلاة على نبينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمحوني الفيديو اليوم مرافق له صوت الطيران لأنه مش هادي يهدأ أبدا، له يومين مرعب بصراحة، وقد ما استنيت في الليل إنه يهدأ صوته فيش فايدة أبدا، فيه الصوت عالي جدا جدا، فسامحوني يا بنات كمان على اني انغيب عنكم شوية لاني كنت والله مريضة وما زلت مريضة، يعني عندي دور انفلونزا مرتب، وغير هيك كمان عندي كان يعني مرارة، كانت عندي المرارة بتعين علي شوية لانه انا كان مفروض اني اعمل عملية وشردت منها وما عملتها، فالحمد لله رب العالمين على تفقيده وعلى كل حاجة من عنده، الحمد لله رب العالمين. اليوم هبدأ معاكم الفيديو بالصلاة على نبينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم إجتني كتير كبونة حلوة جدا جدا أو سلة غذائية من The World Central Kitchen. هذه المنظمة هي منظمة بتدعم الناس اللي بتكون منكوبة أو عندها حروب أو عندها كوارث طبيعية وشغلات زي كده، فبتكون هو فريق متنقل بروح على أي دولة، بروح بيشتري مواد وبيبعتها على دولة مثلا فقيرة أو في عندها مشاكل زي مثلا إحنا عندنا هنا كيف. فهي المنتجات والشغلات كانت كلها موجودة من يعني في مصر ومن شركات مصرية، يعني بيعلبوها أو بيبكتوها وببعتوها عنا هنا كدعم سريع. فبحكي من هنا شكرا لهم لأني أنا فتت كمان موقعهم وعرفت عنهم أكتر، عن جد والله يعني بنقوا أجود الأشياء وأفخم الأشياء، يعني لو بدي أنا أتسوق لرمضان ما كان إجاني أشياء زي هيك أو ما كان اشتريت أشياء مثل اللي موجودة. زي ما أنتوا شايفين شغلات كتير حلوة لرمضان، حتى لدرجة الحليب المكثف المحلى جيبين لنا إياه، وجيبين لنا كمان قمر الدين وزبيب وشغلات كتير كتير يا بنات بتجنن. طبعا هتطلع لي هلقيت واحدة تقول لي انت من وين لك الدعم وش معنى انت بيجيكي وناس لأ، فلأ انا بدي اياكي تفوتي القنوات الفلسطينية وتشوفي كمية الناس اللي صارت تاخذ الدعم، ومش انا بس لأ كله صار ينزل فيديوهات عن الدعم اللي بوصله، والحمد لله رب العالمين رمضان بيجي معاه خيره والحمد لله ربنا سترها معانا. اما بالنسبة لهذه الكوبونة فهي اجت عن طريق زوجي لانه في شغله هو بيشتغل في البلدية فبيعطوها لموظفين البلدية فجابها لنا، فالحمد لله رب العالمين. وبالنسبة برضو للناس اللي بتسأل، الناس اللي ما بيجيها دعم بتشتري طبعا، لما ما يكون عندنا دعم او ما بيجينا مثلا اشي عن طريق زوجي او طريق لجان الحي فطبعا بنضطر نشتري الشغلات كلها او المعلبات كلها من السوق، فلو وجدت طبعا زي ما هي موجودة هيك الحمد لله رب العالمين فساعتها مش هنشتريها. وكمان برضو هتطلع الحين واحدة تانية وتحكي لي يعني ما تاكلوش وانتو بتاكلوا غيركم ما بيأكلش وشوفوا تعين الشمال، ومنها التعليقات اللي مجنناني إلها فترة. فبحكي لكم يا حبايبي يعني بالنسبة للإشي لما ينوجد، هل من المنطق إنه إحنا ما ناكلش منه مثلا أو إنه إحنا نرميه عشان أهل الشمال مثلا في ضيقة؟ لا طبعا، لأنه الحمد لله رب العالمين برضو أهل الشمال صاروا شوية يتلقوا مساعدات وتفوت عندهم برضو شوية يعني مساعدات، وإن شاء الله ربنا يجبرهم يا رب وتصير عندهم بكثرة زي ما هي عنا هنا كمان في الجنوب. أنا هنا ما شرحت شو الشغلات اللي موجودة لأنه موجود الفيديو ومبين الحاجات الموجودة في الكوبونة زي ما أنتوا شايفين، ما شاء الله يعني فيها كل إشي، حتى فيها عسل، فيها جبنة، فيها تمر، فيها بقول من كل الأنواع، فيها طحين، فيها رز، فيها تمر، حتى زبيب، فيها عسل كمان، كتير شغلات فيها حلوة والله يعني يا بنات أحلى يعني طرد غذائي وصلنا من أول رمضان. فهي أساسا حاجات رمضان يعني زي ما أنتوا شايفين قمر الدين وفيها كمان زبيب، فيعني عن جد هي شغلات لرمضان مخصوص. حتى هنا كمان مرقة الدجاج أو مكعبات الدجاج ماجي برضو موجودة فيها، فالحمد لله رب العالمين على نعمته على فضله ما بيقطعنا ربنا، وإن شاء الله ربنا دايما يكون واقف معانا وما يتركنا يا رب العالمين. فشايفين هنا أكتر إشي انبسطت عليه يا بنات في هذه الكوبونة هو السكر وكمان القهوة. تخيلوا لقيت فيها قهوة، يعني شو بدي أحكي لكم، إلنا الحين 6 شهور ما شربنا قهوة، فراس الواحد عدها انفجرت، يعني ما صدقت أشوف القهوة وخبيتها وكأنه عندي كنز. شايفين لسان عصفور كمان وتونة وكمان حمص، وهذه شركة الضحى يا بنات أنا دايما أشوفها مع أخواتنا المصريات في قنواتهم،
يعني لما بتسوقوا أكتر إشي بتسوقوا من شركة الضحى، فيعني عن جد أشياءها كتير حلوة ونظيفة، وبقولها نظيف وكتير شغلات يعني اللي فيها كتير نظيفة. هذه هنا في منها فاصوليا بيضة، عدس، مكرونة، كتير شغلات. هنا كمان حاطين كيس بيكنج باودر فانبسطت عليه برضو، وهنا شاي العروسة، وكمان عسل كانوا حاطين فيها عسل، بحيث انه يعني مثلا اذا بدك تعملي قطايف او اشي يكون في عسل، وملح وحلاوة وجبنة ودبس وطحينة، وهي القهوة بجد كانت قهوة لذيذة جدا جدا. هاي الكوبونة يا بنات او الطرد الغذائي هذا اجاني اول ايام رمضان، يمكن خامس يوم رمضان اجاني، ولكن انا عشان كنت مريضة مش قادرة ابرمجلكم بصراحة الفيديو، فالحمد لله رب العالمين. هنا اكتر حاجة بسطتني برضو وبسطت الصغار انه كانوا حاطين فيها كمان حلويات، يعني حلويات رمضان. هلقيت بفرجيكم اياها، شايفين ما شاء الله يعني الكوبونة فيها من كل اشي، فيها زيتون، فيها معلبات، فيها طحينة. احنا بنعاني انه ما في قهوة، ما في طحينة، ما في سكر، ما في زيت، فالحمد لله كان فيها كل اشي، يعني كل إشي بيحتاجه البيت خاصة في رمضان كان فيها، زي ما بنتسوق لرمضان وأحلى كمان. الحمد لله رب العالمين على هاي النعمة، وإن شاء الله يا رب بتوصل لناس كتير وما بتزول يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب وضلوا معانا طول فترة الحرب وتنتهي هذه الغمة على خير يا رب العالمين. فهاي بالنسبة للمساعدة اللي وصلتني، حبيت اني انا اشكر برضو الجهات المصرية، لانه عن جد كمان كتير شغلاتهم نظيفة ومرتبة ومبكتة بشكل حلو. وكمان اجتني 3 علب من الدجاج المعلب بمية زي الشوربة، فاخدت منها صدر دجاج، هما 3، اخدت علبة منها فتحتها لقيت فيها زي صدر الدجاج، صدر دجاج بس محطوط في شوربة، فانا كبيت الشوربة وغسلت صدر الدجاج وقطعته وعملت اليوم طبيخ سبانخ، فلأنه ما في لحوم الحمد لله دخلوها بالشكل إنه كأنه طازة ولكن معلب. هنا كمان لقيت فيها 3 قطع من الحلويات اللي هي هنا كنافة، 2 كنافة صغار، وكمان قطعة بسبوسة. وأول مرة بصراحة أدوق البسبوسة المصرية، عجبتني كتير طعمها. وكمان 2 كلاج، فهاي الحلويات كمان تاريخها يعني موجود لسه عند شهر 10 متهيألي، فيعني حتى حلويات رمضان حاطين لنا اياها فيها. هلقيت اخذت علبة حمص وعلبة دجاج من الموجودين وقلت هطبخ عليهم، لانه يعني كان عندي شوية سبانخ وبدي اطبخهم، اخذتهم من جنينة بنت عمي فبدي اعمل طبيخ سبانخ، وطلعت علبة الحمص، طلعت علبة صدر الدجاج، وبدي زي ما حكيت لكم اطبخ طبيخ السبانخ اليوم، لانه من زمان ما كنت طابخة هاي الطبخة ولذيذة، وفرصة انه انا لقيت فيها صدر دجاج زي ما انتم شايفين، حتى طبعين هنا اسم الشركة وورد سنترال كيتشن. فالحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب العالمين يطعم كل جائع ويكسي كل محروم يا رب، ويعدي هذه الغمة على خير. حطيت معلقة في الحلة، معلقة سمنة صغيرة، وحطيت زيت، وهنا غسلت صدر الدجاج زي ما انتم شايفين، صدر الدجاج قد يعني تقريبا 4 أصابع، غسلته من المواد الحافظة اللي بتبقى فيه، وقلبت هنا البصل لغاية ما يشقر شوية مع السمنة والزيت، وبعدين هحط توم كمان مع البصل، هحط توم واخليه يتقلى كويس، واول ما يشقر شوية انا هحط هنا صدر الدجاج، بس مش بالاول، هحطه في الاخر لانه مستوي. فاول ما يتقلى هحط على طول اللي هو السبانخ، وبعدين هحط، قبل ما احط السبانخ هحط يعني مرقة الطماطم او عصير الطماطم عشان يتسبك، وبعد ما يتسبك هحط عليه السبانخ والحمص، وبعدين باخر مرحلة هحط الدجاج. هنا انا يعني الطماطم نفسه ببرشه على المبرشة، يعني بجيب المبرشة بفتح حبة الطماطم من النص وببرشه على المبرشة الناعمة، وبعدين بشيل القشرة وبرميها. حطيت فوق التوم والبصل الطماطم وخليها تتسبك كويس، وهنا غسلت السبانخ وصفيته، وهحطه فورا بعد ما حطيت الطماطم، حطيت صدر دجاج نسخته هيك قطع صغيرة او هيك نسايل صغيرة، وبعدين هحط السبانخ لانه السبانخ ما بياخد وقت كبير في الطبخ، وهحط ملح وفلفل اسود فقط. هقلب السبانخ هنا شوية، وأول ما حسه هيك استوى يعني مش هخليه كتير على النار، تقريبا 5 دقايق هيك خليته على النار.
هغسل علبة الحمص وهضيف الحمص على السبانخ. كانت أكلة بتشهي بتشهي يا بنات عن جد، كانت لذيذة، كيفوا عليها الأولاد. وهنا بعد ما أنا هحط الحمص، أنا بدي أحط كمان معلقة دبس بندورة أو معلقة صلصة طماطم عشان تتقل هيك الصلصة شوية وتتسبك وتكون طعمها زي ما أنا إحنا بنحبها، هيك شوية فيها زي صوص بندورة. وحطيت كمان يا بنات كبشة رز، إحنا بنحب نحط مع الحمص كمان كبشة رز عشان تخلي هيك طبيخ السبانخ تقيل وبتعطيله طعمة كتير لذيذة. في هذا الوقت كمان حطيت رز على النار وطبخته وقدمته بالشكل اللي انتو شايفينه، كتير كانت أكلة لذيذة. وهنا كان الفيديو خلاص، بس حبيت اني يعني احط لكم مقاطع من الفيديو اللي جاي. هذه كانت مبادرة توزيع خضرة من يعني متبرع من استراليا، فعملنا مبادرة كتير حلوة لتوزيع خضرة في منطقتنا وفي مخيم نازحين في اطراف رفح، فكتير انبسطنا في هذه المبادرة وهحط لكم اياها الفيديو اللي جاي. إذا عجبكم الفيديو حبايبي ياريت تدوسوا لي لايك، وما تنسوا تدعموني بالاشتراك وباللايك وإنكم تفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم إشعارات القناة، وكمان ما تنسوا دعمي على ميزة شكرا. شكرا كتير لكم يا بنات وشكرا لمتابعتكم، وتابعوني الفيديو الجاي عشان تشوفوا تفاصيل التبرع اللي تبرع فيه شخص كريم من أستراليا. شكرا لكم حبايبي وشكرا لمتابعتكم، ومع السلامة.